النهارده من جندار مصر جايه ازور رنا سماحه في المواجهه مع راؤول، هي والمنتج بتاعها استاذ ميدو منيب. شرفت بيكو، بقولك هاي يا رنا، وحشانه جدا. وانتوا كمان. وانتي كمان قوي يا رنا. النهارده راؤول عامل فيكي ايه في المواجهه؟ والله راؤول انا عاجبني جدا، لسه كنت بتكلم انا وميدو في الاسئله، نوعيه الاسئله مختلفه، ويمكن ده احلى حاجه خلينا مستمتعين بالحوار غير كل الاسئله اللي اتسالتها قبل كده، ودي حاجه مختلفه مستمتعه. طبعا. طب تمام، مش مضايقك في اي حاجه قولي. لا بس لا زي الفل. الكلام ده المضايقات جايه لسه، كل ده انا بهيص معاهم يعني قدامنا لسه فاضل ساعه كده مش طب ايه اللي انت محضر له الرانا في الساعه اللي جايه؟ والله اقوله دلوقتي عشان احرق المفاجاه بقى اللي جايه لسه قدامنا شويه. انا سامعه ان انت عامل لها مفاجات جامده يا راؤول، اسئله غير كل اسئله. بصي اقول لك حاجه، انا وميدو لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده حتى قبل البتاع، هم من اكتر اتنين انا بحبهم في حياتي، ويعني ميدو ما جاش من وراه حد كده، من انضف اتنين. ايه رايك في الحلقه النهارده؟ لا جميله جدا ومستمتع بيها قوي بجد. الاسئله بالنسبه لك ايه؟ هايل. والمواجهه عامله ايه؟ لا مش قادر علينا. مش قادر علينا. طب تمام، اتنين على واحد النهارده. مش قادر علينا. لا اتنين على واحد. طبعا. طب استغل الفرصه دي وانا معاكوا هنا، تقول لي ايه الجديد بقى اللي انت بتحضره لرنا؟ لا هو يعني مفيش جديد مع رنا، احنا لسه مخلصين الشغل. ايوه انا بتحضر الالبوم. رنا هي في هوية، هي ماشيه عليه، بتحضر البومها عشان بس شويه الظروف الانتاجيه اللي هي بتتعرض لها. انا موجود كصديق واخ مع رنا في اي حاجه هي بتطلبها او من غير ما تطلبها كمان. لكن رنا ما زالت انت بتنتجي لنفسك الالبوم بتاعي مصري. جمهورك عايز يعرف بقى الالبوم حضرت فيه ايه وهينزل امتى؟ انا خلاص بفنش في اغاني الالبوم ان شاء الله، احتمال نزول يا اما اخر السنه دي يا اما على اول السنه الجديده ان شاء الله. اخر السنه او اول السنه ان شاء الله. كم اغنيه في الالبوم؟ من 10 ل 12 اغنيه. طب مين اشترك معاكي في الكلمات والالحان والتوزيع؟ معظمهم شباب صغير، معظمهم ناس اشتغلت معاهم قبل كده، وناس لسه اول مره بشتغل معاهم. ناويه تصوري كليب في الالبوم؟ اساسي. كام بقى واحد؟ يعني على حسب ما ربنا يكرم يعني. ان شاء الله. يعني ناويه تقريبا كام؟ يوم مبدئيا هيبقى كليب، وبعد كده يعني لما ربنا يسهل نصور، اذا كان في امكانيه نصور تاني نشوف. لسه ان شاء الله. ايه الجديد بتاعك غير الالبوم؟ ايه اللي بتحضريه دلوقتي؟ بس هو مفيش حاجه يعني. لا البرنامج انت ومين عطا؟ انا شغاله في برنامج اسمه غني وبس، بعمله انا ومين عطا على راديو 90 90، وبرنامج اسبوعي عندنا حلقتين كل اسبوع اربعاء وخميس، ولسه البرنامج الحمد لله مستمر يعني. تمام، بالتوفيق والنجاح دايما وابدا. الله يخليكي.